أهلاً بكم، هنا مهندس سماح شياع. أهنئ جميع المهندسين العراقيين بمناسبة يوم المهندس العراقي. نحن فخورون بالمشاريع الهائلة التي تحققت في العراق، من بناء المجمعات السكنية العمودية والأفقية إلى مشاريع الطاقة الكهربائية والشمسية ومشاريع الزراعة والصناعية. لقد شهدنا نمواً مذهلاً في قطاعات مثل النفط والثروة الحيوانية وحديد التسليح. نحن نحتفل بإبداعاتكم وجهودكم الرائعة في بناء مستقبل مشرق للعراق. شكراً لكم على تفانيكم وإبداعكم، وكل عام وأنتم بخير.